2010 جريدو كان درب المدير الفني لفيا ريال موسم 2010 الفريق الاول، بعد كده تولى فريق كلوب بروجي البلجيكي وريال بيتيس، استقر به الحال هو كارلوس مع النادي الاهلي. لكن عاجبني اداء النادي الاهلي لغايه دلوقتي، ادي العاده ودافع عليه من زمان، وكان متركز كتير مع بعض في البيت، كان معاهم كوفي بوكوي وايريك بوكوي، ادي كابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره النادي الزمالك المستشار جلال ابراهيم في شهر الاربعاء في مواقيع الاستاد القاهره، حسام غالي هو 18 العرقيه معموله كده في العمق يطلع خط ظهر نادي الزمالك مره ثانيه، ابراهيم صلاح الشتي ادي المساحات بعيد عبد الله الشتيت، استلام الشتيت عايز ياخد فاول، عملت كده وحش قوي من عبد الله الشتيت، حسام عاشور كان راجع بيسع كورته مره ثانيه، عمر جابر معروف يوسف استلام المعروف، التمريره مش مظبوطه، حسام غالي ادي المتشرق مرتضى منصور رامي التماس من الساحه الثانيه الزمالك، وادي الاستاذ جمال عدنان رئيس اتحاد كره القدم، ادي الدقيقه وقت محتسب بدل ضائع، ادانا محمد الحنفي نلعب في الدقيقه الاخيره، دقيقه وقت محتسب بدل ضائع ورابع ضربه سريعه حاجة.